الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على خفيف. إن شاء الله في هذه الحلقة نتناول مفهوم يعني رائج عند بعض الناس، وهو مفهوم علماني ومسلم. كثير من الناس اليوم يقول لك أنا علماني ومسلم، أو أنا مسلم وعلماني. ونحن نقول لزول اللي بيقول الكلام ده إما واحدة من اثنين، يا إما ما بتعرف الإسلام يا إما ما بتعرف العلمانية. لأنه الإسلام دين كامل، الإسلام فيه تشريع، الإسلام فيه أسرة، الإسلام فيه دولة، الإسلام فيه علاقات خارجية، الإسلام فيه اقتصاد، الإسلام فيه نظام لكل المجتمع ولكل الدولة. الإسلام القرآن تكلم عن الحكم وعن العدل، أساس الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإسلام تكلم عن الحرب والسلم بين الدولة المسلمة وغيرها، كما قال تعالى فإذا جنحوا للسلم فجنح لها، إلى غير ذلك. الإسلام تكلم عن نظام الأسرة، عن الزواج، عن الطلاق، عن الميراث، تكلم عن الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. فالإسلام هو دين كامل، دولة وعبادة وسلوك. يعني الإسلام ما هو يعني زي ما عند بعض الناس علاقة بين العبد وربه راسيا، يعني ما فيها دولة، ما فيها تشريع، ما فيها أحكام لتضبط المجتمع، تضبط الأسرة. لا، الإسلام شامل، والإسلام أمر المسلمين يدخلوا فيه كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وحكم الإسلام على من يريد إنه ده اللي يجعل يؤمن بالإسلام من ناحية العبادة وفي المسجد والصلاة، ويرفض الإسلام، ناس اللي بيرفض الإسلام من ناحية التشريع ومن ناحية تحكمه في الدولة وفي علاقات الدولة وفي تنظيم الدولة وفي قوانين الدولة. ربنا حكم على النوع ده إنه كافر. زول بيقول لك والله أنا مسلم وبعبد ربنا وبصلي، لكن الدولة دي براها، دي ما عندها علاقة بالدين. الإسلام حكم على إنه زول ده كافر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يقول لك أنا بصلي مؤمن وبمشي الجامع، لكن في السياسة لا، الإسلام ما عنده دخل، في الدولة لا ما عنده دخل. ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى ده الإسلام كامل، والعلمانية زي الناس كلها عارفة بتنحي الدين جانب عن الدولة عن السياسة. فيا مسلم أفهم وأعرف إنه ده تبقى مسلم ومؤمن بالله ربا تستسلم له في جميع الأمور. الإسلام الاستسلام لله في جميع الأمور وفي جميع الشؤون، ودي رسالة مهمة لأنه الناس مخدوعة، وكثير من الناس ما عارفة الكلام ده. لابد تعرف إنه الإسلام يعني الدخول فيه كافة والإيمان به كافة، ومن أخذ ببعضه وترك بعضه فقد كفر، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. جزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام.